صباح الخير وكل حاجة حلوة مشاهدي الصحة والجمال وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج بيقولوا هكون معاكم سلفانا الحارس والمدة نص ساعة كل يوم الأربع الساعة 11 ونص خلال برنامجنا هنتكلم في مواضيع كتير ومهمة مواضيع بتخص مجتمعنا المصري والعربي بوجه خاص وهنشوف بيقولوا إيه كانوا بيقولوا زمان إن اللي خاف من عفريت بيطلع له ودلوقتي بيقولوا نفس المعنى ان اللي بيفكر في حاجه بتخوف بيجذبها لي هنشوف ايه موضوع الخوف ده النهارده لكن الاول خليني ارحب بزمايلي صباح الخير يا كارما صباح الخير يا سلفانا وصباح الخير يا صفوت وصباح الجمال على مشاهدينا صباح الخير يا صفوت صباح الفل يا سلفانا صباح الخير يا كارما صباح الامل والعمل على كل مشاهدينا مشاهدي قناه الصحه والجمال النهارده موضوع حلقتنا يمكن بيختلف كتير عن الموضوعات اللي اتناقشنا فيها قبل كده في الحلقات اللي فاتت وده يعني لانه احنا بنتكلم عن حاجه هي نابعه من جوانا حاجه جوانا اصلا بالفطره وطريقه تعاملنا معاها هي اللي ممكن تؤدي لنتائج ايجابيه جدا ومن الناحيه الثانيه ممكن تؤدي لنتائج سلبيه كبيره جدا لدرجه انها ممكن تدمر حياه الشخص ده زي مثلا راجل كان شغال عامل في تلاجة، التلاجة دي اللي هي الغرف الكبيرة اللي بيتخزن فيها المواد الغذائية ففيها مجموعة من العمال كل يوم لما بيخلصوا حاجتهم ويرتبوا كل المواد الغذائية اللي موجودة عندهم بيقفلوا باب التلاجة ده من بره والثلاجة بتشتغل بدرجة برودة عالية جدا عشان تحافظ على الأكل ده. في يوم الراجل ده ما نام وهو شغال قبل ما يجي مواعيد تنتهي مواعيد العمل الرسمية فلما غفل قام ما أي حد ولبص على باب التلاجة لقاه مقفول فجري على الباب خبط عليه ما حد بيرد عليه فمن هنا بدأ يقول أنا خلاص أنا قاعد هعمل إيه أنا قاعد لوحدي مفيش حد يقدر يفتح لي وبدأ الخوف يسيطر عليه بشكل كبير جدا لدرجة أنه بدأ يحس ببرودة شديدة قوي وبدأ كل اللي بيفكر فيه أنه يجيب ورقة وقلم ويكتب اللي بيحصل له ده ويكتب رسالة لأهله وبدأ يكتب فعلا اللي حصل معاه وبالتفصيل وبدأ يدخل في مرحلة أنه بدأ يتجمد وخلاص أنا بموت لحد ما فعلا الراجل ده وقع ومات المفاجأة أنه في تاني يوم لما جم فتحوا التلاجة لقوا باب التلاجة أصلا مش مقفول من برة ولا هي متوصلة ولا شغالة أصلا ما فيش درجة برودة عالية الراجل من كتر ما الخوف سيطر عليه ما فكرش حتى انه يجرب يفتح الباب وحس بالبروده كان بالظبط التلاجه فعلا شغاله ياه يعني هو مات يعني نفهم من القصه كده ان ان الاحساس بالخوف والافراط في الخوف ممكن يؤدي الى الوفاه الخوف هو ده موضوع اللي احنا هنتكلم عليه النهارده في الحلقه وهنتكلم عليه باستفاضه وبالتفصيل لكن هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم استنونا